ومعنا من جدة مراسلنا عبد الله الخرجي. أهلا بك عبد الله، كيف يبدو الإقبال على هذه الفعالية الثقافية، معرض جدة الدولي للكتاب؟ في البداية مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناتي الإخبارية. بالفعل نحن نتواجد الآن في معرض الكتاب وهو في يومه وفعاليات يومه الثامن. هذا اليوم الذي نشهد فيه أيضا كثير من الحراك المعرفي والحراك الثقافي الذي يشهده هذا المعرض الذي يعرض في أرض الفعاليات على ضفاف عروس البحر الأحمر وعلى شواطئها. أيضا الجدير بالذكر أن معرض الكتاب يحوي الكثير من الفعاليات والأنشطة سواء كانت الثقافية أو العلمية أو كثير من المحاضرات وكثير من المنصات. المنصات التي وضعت أيضا في معرض الكتاب والتي تدعو إلى تلاقي الكتاب والمثقفين مع قرائهم لتعطي جو ثقافي وأريحي أيضا في المعرض. أيضا يذكر أنه في المعرض قام أمس في المعرض توقيع كتاب لصاحب السمو الملك الأمير سلطان بن سلمان وهو الخيال الممكن. هذا الكتاب الذي وضع رؤية للمملكة وأيضا ذكر فيه الأمير وصرح فيه الأمير أن هذه هي مملكة الممكن وأن كل شيء في المملكة ممكن بإرادة مسؤوليها وقادتها بإذن الله. أيضا في المعرض لهذا اليوم تقام فعاليات البيعة. نشهد في هذا اليوم بفضل الله بيعة خادم الحرمين الشريفين وذكرى البيعة لهذا اليوم، وفي المعرض فعاليات تدعم هذا الفكر وهذا الحراك. يسعني أن أتكلم في المعرض وأن أسترسل في هذا المعرض ويكون معي الأستاذ محمد الوافي وهو وكيل محافظة جدة لنتكلم عن المعرض وما يضمه هذا المعرض. في البداية يا أستاذ محمد، مبارك لكم هذا التنظيم وهذه الفعاليات وهذا الحراك. كيف أنتم في محافظة جدة سعيتم ليكون معرض جدة لهذه النسخة مميز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب فيكم في معرض جدة للكتاب الثالث الدولي الثالث. أولا يسرني في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة السعيدة، في هذه الليلة التي كلها سرور وفرح وابتهاج بمناسبة تولي خادم الحرمين الشريفين يوم البيعة، أقدم أسماء آيات التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده وأيضا للأسرة المالكة وللشعب السعودي. في يوم هذا اليوم نستذكر عطاءات الوطن، نستذكر إنجازات الوطن، نستذكر النقلة النوعية التي تعيشها المملكة وتطورها ونماءها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لنا هذا الأمن والأمان، وأن يديم لنا حكامنا، ويديم لنا الألفة الوطنية بين أبناء هذا الوطن. أو بالنسبة للمعرض، نسعد في هذا العام للمرة الثالثة أن يقام هذا المعرض. هذا المعرض الحقيقة يسرني أن أقدم الشكر والتقدير والعرفان لسمو سيدي الأمير مشعل بن ماجد اللي فكر في يوم من الأيام أن يدخل بتحدي بأبناء جدة وأهل جدة وشباب جدة وشابات جدة، واقترح على معالي وزير الإعلام أن يصير معرض في جدة على غرار معرض الرياض. واستعد سمو الأمير بالشراكة مع وزارة الإعلام ووضعوا خطة وشكلت لجنة عليا ورسمت السياسات، والحمد لله تطور المعرض الأول والثاني والثالث. السنة هذه نشهد نقلة نوعية في المكان، في الوصف، في العدد الدور. الحمد لله تضاعف العدد عندنا عن الأول والثاني. الآن عندنا 515 تقريبا عارض. أنا لما أقول عارض أقول أنه كل جناح عارض محتوى أكثر من دار نشر. أيضا عندنا 42 دولة أرسلت عارضين متميزين، دور نشر متميزة، كتب قيمة لأول مرة تعرض. عندنا 150 عارض لأول مرة يشارك معنا الحقيقة في معرض الكتاب في جدة. تم هذا العام وبعد تقليص عدد المؤلفين والمؤلفات إلى 194 مؤلف يوقع كتبه في هذا المعرض، واعتذرنا عن الكثير. أيضا عندنا 50 فعالية ثقافية وترفيهية، هناك خدمات وأجنحة تعليمية وجهات حكومية مشاركة. الحقيقة العمل جبار، تخطيط سنة كاملة من العام الماضي بعد نهاية المعرض الثاني، شرع سمو الأمير بدعوة اللجنة العليا واستطلاع آراء الناس وملاحظات اللجان الموجودة في الموقع، استخلصنا مرياتهم وعملنا على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم. كل ما اقترح، كل ما أشير له نفذ هذا العام. عندنا حوالي 110 شاشة على الممرات تدل الزائر على اسم الكتاب، على دار النشر، يبحث عن الكتاب بأي عنوان، بعنوانه، باسم المؤلف، باسم دار النشر، يدله على الموقع.
الممرات عندنا أعطيت ألوان بأعلام الدول المشاركة، الحمد لله في إطلالة جميلة على البحر، فيها المقاهي والمطاعم وأدوات الترفيه، الطقس جميل. الليلة بإذن الله سوف نحتفل نحن وإياكم بالوطن وإنجازات الوطن وذكرى البيعة. أدعو أهالي جدة وضيوف جدة وزوار جدة أن يشاركونا، هناك هدايا وهناك فرح وابتهاج سوف يضفي على ليلتنا ليلة سعيدة إن شاء الله. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا العفو، حياك الله. كما ذكر أيضا أن في المعرض كثير من الفعاليات التي ستقام هذا اليوم من ندوات ولقاءات مفتوحة، وأيضا تحت مسمى هذا المعرض وكتاب وحضارة، يذكر أن هذا المعرض بإحصائياته إلى هذا اليوم تجاوز أكثر من 313 ألف زائر، ومحتمل أن يصل العدد إلى 500 ألف بنهاية هذا المعرض بإذن الله تعالى، ويكون هذا الحراك الثقافي والمعرفي والعلمي الذي تضفي عليه جدة كثير من الرونق والجمال بهذا الشاطئ الجميل الذي نقع فيه الآن في أرض الفعاليات. هذا أبرز ما لدينا من فعاليات اليوم الثامن لمعرض الكتاب في مدينة جدة. عبد الله الخرجي، أنت وضيفك الكريم، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم.